أهلا بيكم في قراءة اختر كارت. هنعمل مع بعض دلوقتي اختر كارت قراءة عاطفية. هنشوف الطاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص اللي هتحطه في بالك، طاقتك تجاهه وطاقته تجاهك، الطاقة المشتركة ما بينكم وطاقة العلاقة في العموم. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. كمان في نهاية القراءة هناخد نصايح من الملائكة تفيد علاقتكم مع بعض. هيكون معانا الاختيار الأول الحجر الأخضر أو الكروت دي لو أنتوا عايزين تختاروا بشكل الكروت. تاني اختيار هيكون الحجر الأزرق أو الكروت دي. تالت مجموعة الحجر السيلفر أو الكروت دي. اختاروا بالطريقة اللي تعجبكم مجموعة لشخص في بالكم أو أكتر من مجموعة لأكتر من شخص زي ما تحبوا. هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ حالا إن شاء الله. أوكي، نبتدي بأول اختيار الناس اللي اختارت الحجر الأخضر. خلينا نشوف. اولا طاقتك انت منعزل عن الشخص ده، عايش حياتك مطنشه بالظبط كده، انت مطنشه. هو بيحبك وانت عارف على فكرة ان هو بيحبك ايا كان، حتى لو منفصلين، حتى لو كان هو بيعاملك بعجرفة ونرجسية، بس انت متأكد ان الشخص ده انت ليك مكان عنده مهما كان. يعني هو قليل الاصل معاك او مهما كان يعني في ما بينكم اون واوف او ما بيعاملكش حتى بالطريقة اللي انت تستحقها، بس انت فاهم كويس وحاسس كويس انه انت مش علاقة عابرة بالنسبة له خلاص، ومدرك اهميتك عنده. علشان كده يعني انت بتقول هو بيتعالى عليا وبيغزني وبيضايقني، طب طز بقى انا هوري له انا مين يعني. فانت مطنشه خالص حتى لو من فترة طويلة، وعايش حياتك ومبسوط وبتشوف مستقبلك وبتسافر وبتدرس وبتطور من نفسك وبتطور كمان من شكلك، وبس مكتفي بانك تتخاطر معاه بس ومختفي من حياته. يمكن حتى انت مش معرفه عنك اي حاجة، وحتى لو هو بيحاول يوصلك انت مختفي. يعني بتقول طب انا بقى هتجننه وعرفه بقى التقل على اصوله، يعني لو هو مفكر انه تقيل خلينا انا اوريله التقل بيبقى عامل ازاي. فبشوف انه انت نجحت من خلال اسلوبك معاه، ومن خلال ان انت هتحسسه ان هو خسرك زي ما هو كان بيعمل معاك زمان. الطريقة دي جابت نتيجة معاه وقدرت ان هي تعلقه بيك اكتر وتخليه ان هو يحبك اكتر ويتمسك بيك اكتر، فحبه ليك زاد وتعلق بيك اكتر فعلا. يعني يمكن انت طاقتك دلوقتي الاختفاء، انت مختفي عنه ولا حتى بتراقبه. يعني يمكن انت داخل القراءة دي فضول او عادي عشان ظهرت لك، لكن انت مش مهتم حتى تعرف كمان يعني. لكن الاكيد ان هو دلوقتي يعني مش عارف اقولها لك، متيم بيك بالظبط كده، متيم بيك. هو فكره انه انت لسه متعلق بيه، بس في الواقع انت فكيت التعلق بتاعك، انت فكيت التعلق بتاعك ومش متعلق بيه. ولكن هو فكره مهيئ له ان انت مش عارف تنساه وانك متعلق بيه وبتعمل بس حركات كده. انا كان عندي شك، وشك ده طلع في محله بما ان طلع لنا في مشاعره السكس اوف وانس، فبنسبة كبيرة الشخص ده يعني بيتعامل معاك بنرجسية وشخص نرجسي وبيتعامل معاك بعجرفة، وعشان كده يعني فكره مهيئ له انه انت عمرك ما هتنساه وانك متعلق بيه وانك بتفكر فيه طول الوقت. فعلشان كده يعني هو احساسه كمان انه هو شخص مميز وانه مهما طال الوقت هو ما بيتنسيش، وان مسيرك انت ترجع له يعني.
ممكن كمان لكتير منكم العلاقة دي تكون يعني كانت علاقة انترنت أو بدأت علاقة انترنت، ممكن كمان لكتير منكم تكونوا من بلاد مختلفة، فهو شايف انه يعني مهما بعدتوا عن بعض مصيركم هتتواصلوا تاني يعني، وانه زي ما هو مش عارف ينساك هو متأكد انه انت كمان مش هتعرف تنساه. مش قادر بالظبط اشوف انه مرتبط بحد تاني، بس انا شايف انه في اشخاص كتير في حياته، يعني هو بيتواصل مع ناس كتير، بيعرف ده وبيقابل ده وكل يوم مع حد شكل، لكن مش مرتبط وقلبه مش رايح لحد معين. يعني خلينا نوضح برضو، هو كمان شايفك ان انت شخص جميل قوي من بره، مهتم بنفسك ومنجذب لشكلك ومنجذب لك جسديا، ممكن كمان بيشوفك شخص روحاني، يعني ممكن تكون انت حد بتقرا تارو برضو او حد عندك موهبة معينة هو عارف بالموهبة دي، يعني ممكن تكون انت حد بتظهر على السوشيال ميديا، حد بيغني، حد بيعزف، حد بيعمل استعراض معين، وهو بيشوفك من خلال الحاجة دي. يعني كمان هو معجب قوي بشكلك بأسلوبك، يعني هو من أحد معجبينك برضو. يعني كمشاعر هو عنده مشاعر تجاهك، وزي ما قلت لك هو شايفك المصير، حتى لو انتوا بعيد عن بعض من سنوات طويلة هو شايف ان انتوا مصيركم مع بعض ومستقبلكم مع بعض، وعنده يقين تجاه حاجة زي دي. هو مفتقدك قوي على فكرة، مفتقدك قوي، بس هو مش عايز يبين ومديلك ظهره على الرغم من افتقاده الشديد ليك، ويعني انت ليك مكانتك. هو قاطع مع كل الناس وما بيتواصلش، يعني او بيتواصل بس ما عندوش مشاعر تجاه حد معين. يعني خلينا طيب نشوف ايه المتوقع انه يحصل لقدامي. بص، هو غالبا انت مش مدي الشخص ده فرصة انه يتواصل معاك، يعني عارف ان في كتير منكم هيقولوا لي لا احنا عايزين نكلمه عادي، بس هو مش عارف يتواصل معاك لأي سبب يعني، او لو القراءة دي مش منطبقة او الجزء ده مش منطبق تقدر تعمله سكيب يعني. ولكن يعني انا شايف انه انت اللي قافل على الشخص ده او مطنشه، يعني انا شايف انه مش عارف يتواصل معاك لاي سبب، ممكن تكون انت بترد له مثلا اللي عمله فيك زمان، فهو شايف انه انت بتاخد حقك مثلا وعارف انه ده حقك، بس هو متضايق من فكرة انه انت مش مديله مساحة او انه انت مش عايز تتكلم معاه، وشايف انه كده خلاص. يعني ممكن تكون انت مثلا على الرغم من تعلقك الشديد بيه بس ابتديت تصرف نظر مثلا عن علاقتكم، علشان كده ممكن على قد ما هو بيحبك وعلى قد ما هو تعلق بيك، بس طاقة الكبر هتمنعه من انه ياخد خطوة تجاهك. برضو لو انتوا في ما بينكم اهل متدخلين او كده، فممكن يكون برضو في رفض والدة عنده، او لو هو دي علاقة ثلاثية مثلا وهو متجوز وعنده زوجة واطفال واولاد وكده، فبرضو ده شيء هيمنعه من التواصل معاك على الرغم من انه يعني وقع في حبك. فطبعا هي القراءة طاقتها شهرين، فأنا شايف أنه في خلال الشهرين دول يعني طاقة الكبر هي اللي مسيطرة واللي ممكن تعوق أي تواصل، يعني في طاقة كبر متبادلة ما بينكم. النصيحة العناد بقى، العناد، ان انتوا محتاجين تتخلصوا من طاقة العند. انت خدت حقك مرة خلاص، يعني ما تفضلش عنيد دايما، يعني لو حاول يتواصل معاك اديله فرصة، افتح له المجال. انت غالبا خدت حقك مرة واتنين، فيعني الكروت بتقول لك كفاية، ولكن خليني برضو اشوف ملائكة الحب هينصحوك بإيه. انجيجمنت، حب حياتك هيتصاعد لمستوى افضل من الارتباط، ونادي على السول ميت بتاعك، فالشخص ده هيكلمك
بس مش دلوقتي، بعد الشهرين، يعني بعد الشهرين، يعني خلال الشهرين دول الأمور واقفة، أو أنت يعني اللي هتكون قافل. يجوز مثلا لو أنت عامل بلوك وفكيته أو فتحت له المجال، ممكن التواصل يكون أسرع، يعني فاهمني؟ الأبراج الموجودة في برج الحمل، برج الجوزاء، الحوت، الدلو، القوس، الأسد، الميزان، الثور قلناه، في العقرب بس، والطاقات كلها موجودة. خلينا نشوف نصيحة الملائكة. نو واتس اب تو يو، ترجع له بقى ما ترجعلوش، القرار راجع ليك. خليني برضو اخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لك ايه. بيقول لك ان انا عايز اخد خطوة تجاهك وبحبك جدا، بس انا متردد، يعني ممكن ما اخدش خطوة كبيرة قوي لحد ما اشوف انت رد فعلك هتكون ايه، وهتسمحني وتديني فرصة ولا لا. بس الاكيد ان انا عايز مصالحة وعايز اخد خطوة تجاهك. فده كان بالنسبة لكم أول اختيار، ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. ولو حابين تكملوا القراءة دي بقراءة خاصة، تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. بليز ما تنسوش اللايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. بشكركم كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معنا على مجموعة أخرى. ونروح بعد كده لتاني اختيار، الناس اللي اختارت الحجر الأزرق. خلينا نشوف. العلاقة دي علاقة جميلة قوي، علاقة جميلة قوي. ممكن يكون فيها مشدات اون واوف بتاع، بس هي بنسبة كبيرة توأم روح، توأم روح مش توأم شعلة. انت مفكرها توأم شعلة بس هي مش توأم شعلة خالص. في رفض وان واوف، بس دي توأم روح كرمي، توأم روح عادية، مش توأم روح خالص. يعني انت والشخص ده بتحبوا بعض قوي، لكن المشكلة انه انتوا الاتنين يعني مريتوا بنفس التجربة من الشعور بالرفض. يعني انت ليك تجارب سابقة، كنت في علاقات واتسبت او اترفضت فيها، وهو كذلك. يعني بما انكم توأم روح، فانتوا الاتنين مريتوا بنفس التجارب في السابق، وعشتوا نفس شعور الغدر والخذلان والترك يعني. لكن حبكم لبعض حب حقيقي، ولكن صدمات السابق اللي مريتوا بيها انتوا الاتنين هي اللي عاملة عقبات ما بينكم. ودايما في اي انفصال واي بعد ما بينكم، بيفضل كل واحد منكم بيراقب التاني، وكل واحد منكم بيفضل هو اللي منتظر التاني انه يكلمه، ومنتظر التاني انه يتواصل معاه. لكن الاكيد ان انت بتحبه قوي، حب غير مشروط فعلا، وهو كمان بيحبك قوي ومستعد ان هو يعمل علشانك اي شيء. ولكن على الرغم من ذلك، يعني محدش فيكم بياخد اي خطوة بسبب انه خايف من الرفض، وخايف ان التاني يكون مش عايزه، ومستني التاني يعني يقول هل هيقبل بيه ولا لا، يلمح له اذا كان عايزه او لا. فعلشان كده يمكن العلاقة واقفة ما بينكم من زمن. يعني هو عارف ان انت بتتخاطر معاه وبتفكر فيه وبتدعي علشان تكملوا مع بعض. من الواضح كمان انه في مشكلة في حياة الشخص ده. زمون هنا يعني يؤكد ان الشخص ده مكتئب، او بيمر بفترة زمنية صعبة، مختفي ومنعزل وزعلان قوي. لكن الاكيد انه في تخاطر قوي متبادل ما بينكم. يعني انت بتدعي وبتقول يا رب خليه من نصيبي، يا رب نرجع لبعض تاني. هو نفسه بس مش عارف.
فهو شايف دلوقتي ان العلاقه علاقه تخاطر، انت بتتخاطر معاه، هو بيتخاطر معاك. كل دي على فكره كل الكروت دي كده كلها كروت تخاطر، وكذلك هنا برضو. ف90% العلاقه دي علاقه تخاطر، ممكن تكونوا منفصلين عن بعض من شهور وسنين يعني. فالعلاقه بقى لها تخاطر، بقى لها مده طويله جدا، قد تصل مثلا ممكن 7 شهور او اكتر او سنوات كمان لبعضكم. ممكن كمان على فكرة يكون في فروقات مادية ما بينكم، او في تعاملات مالية للبعض منكم، او حد اخد فلوس من التاني. مش كلكم طبعا لان دي قراءة عامة، ولكن للبعض. المهم ان اساس العلاقة دي انه انتوا الاتنين يعني في صدمة مشتركة انتوا الاتنين مريتوا بيها، وهي دي العقبة اللي مخلياكوا مش عارفين يعني تتعاملوا مع بعض بشكل يعني سوي بالظبط كده. خليني طيب اسحب بعض الكروت التوضيحية ونشوف. أيوة الشخص ده بيحبك قوي، طلع هنا طاقة The Lovers، فده يؤكد ان هو بيعشقك زي ما انت كمان بتعشقه، كمان عنده انجذاب قوي تجاهك. ممكن كمان على فكرة الشخص ده يكون شاكك انه انت دخلت في علاقة جديدة، وانت بالفعل على فكرة ممكن تكون دخلت في علاقة جديدة وبتعمل مقارنات مثلا ما بين الشخصين، فممكن لبعضكم تكون دخلت في علاقة جديدة. لكن الأكيد ان هو مشتاق لك وانه ندمان وعايز يرجع لك، بس هو عنده شعور انه الفرص انتهت او انه انت ممكن ترفضه. لبعضكم ممكن تكون رفضته بالفعل يعني، فالموضوع ده مضايقه، لكن هو عنده استعداد انه يستناك. طبعا القراءة طاقتها شهرين، فانا بشوف انه في خلال الشهرين الجايين شوية العلاقة مكملة برضو تخاطر، وده نفس الكارت على فكرة، انه كل واحد منكم برضو هيفضل منتظر الاخر، مفيش جديد هيحصل، وده بسبب الخوف من كسرة القلب والخوف من الرفض. ففي مصير العلاقة طبعا في فرصة انكم تتقابلوا، وفي فرصة للزواج كمان، وانكم تحتفلوا مع بعض، ولكن ده بعد صبر ايوب يعني، ممكن ياخد الموضوع سنين كمان جاية غير السنين اللي راحت. انتوا مفكرينها توأم شعلة، ممكن تكون توأم شعلة بس يعني اكيد مش لكلكم، ممكن يعني 1-5 عدد قليل مثلا منكم ممكن تكون فعلا توأم شعلة، بس اغلبيتكم مش توأم شعلة لا. فانت نصحتك انك يعني تتقبل الوضع ده زي ما هو، وتسعى لتوازنك، وما تقبلش للطاقة السامة انها تأثر عليك. يعني انصحك بقطع احبالك الاثيرية مع هذا الشخص. خليني برضو اشوف ملائكة الحب هينصحوكم بايه. ويدينج، ممكن يكون حد منكم تزوج على فكرة. ريليجيوس فاكتور، اختلاف اديان. في هنا طاقة برج القوس، برج الجوزاء، السرطان، الحوت، الحمل، العقرب، الجوزاء تاني، الأسد، بس والطاقات كلها موجودة. فخليني أشوف الملائكة هينصحوكم بإيه. مفيش داعي للقلق، وفي فرصة. أعتقد برضو لبعضكم ممكن يكون الشخص ده ضحك عليك في فلوس أو حاجة وانت منتظره يرجع لك الفلوس، فالكارت ده لبعضكم اللي منكم يعني في تعاملات مالية ما بينكم، معناها ان فلوسك هترجع لك. المشكلة يعني أنا بشوف أن العلاقة دي جميلة وانتوا بتحبوا بعض بصدق قوي، لكن المشكلة أنه يعني تجارب الماضي انتوا مش عارفين تتجاوزوها، مش عارفين تنسوها. يعني لو تقدروا تروحوا برضو المختص يعني ده يكون أفضل. خليني برضو أخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لك إيه.
بيقول لك انه انا يعني جوايا طاقة غضب وخوف، نفسي ان انا اكون معاك بس مش عارف، وبتحول من شخص كيوت قوي لشخص شرير. كل ده بيكون يعني اسلوب دفاعي لا ارادي مني، وبكون مش مدرك انا بتصرف كده ازاي. انا عارف ان انا بزعلك وبقول لك كلام كتير جارح وكلام كتير مؤذي، بس انا مش عارف ده بيطلع مني ازاي، بيكون لا اراديا غصب عني. و يعني أتمنى إن أنت تفهمني وتستوعب إنه أنا بتحول شخص تاني غصب عني. طبعا أنت مش مضطر طبعا تتحمل، علشان كده بقولك يعني أنت محتاج أولا تقطع أحبالك الأثيرية معاه، ثانيا محتاج مختص يساعدك في أخذ القرار في العلاقة دي. ربنا معاكم. بين كده بنكون وصلنا لنهاية القراءة. لو حابين تكملوها بقراءة خاصة تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. ياريت ما تبخلوش علينا بلايك لو عجبتكم القراءة، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. بشكركم طبعا كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معنا على مجموعة أخرى. ونروح بعد كده لتالت اختيار، الناس اللي اختارت الحجر السيلفر. خلينا نشوف. في كروت على فكرة مشتركة ما بين القراءة دي والقراءة اللي فاتت، مع اننا مستخدمين يعني دك مختلف. المهم انه انا بشوفك حزين على الشخص ده. هي في طاقة ندم بصراحة متبادلة ما بينكم انتوا الاتنين. العلاقة دي علاقة ثلاثية، بس غالبا ثلاثية من طرف الشريك، يعني هو اللي في حد تاني في حياته، وده اللي مزعلك، ويمكن ده سبب بعدك عنه. يجوز مثلا ما كانش قايل لك، او يعني انت شفت خيانته. ممكن تكون عادي قبلت انها علاقة ثلاثية بس خانك مع حد تاني، او ما كانش امين معاك في الكلام اللي قاله فانت خدت منه موقف وقطعت معاه. ايا كان السبب، بس هو اللي متعدد علاقات مش انت، وانت قفشت عليه. يعني هو على فكرة ندم على تصرفاته وندم على خيانته ليك، وعايز يصالحك، بس انت غالبا مش عارف تغفر له. يعني كمان ندم، وده بينه وبين نفسه، يعني هو مش عايز يقولك ان هو ندمان، بس الاكيد ان هو منجذب لك قوي وبيفكر فيك جامد، ومش عارف يتخطاك، مش عارف يشيلك من باله. وهو عارف ان انت كمان بتفكر فيه على فكرة، وبتتخاطر معاه، وعارف ان هو بالنسبة لك حاجة كبيرة قوي. سواء قبلت ان انت تسامحه او لا، هو عارف مكانته في حياتك، وعارف هو ايه بالنسبة لك يعني، وعارف كمان ان انت متعلق بيه، وهو متعلق بيك زي ما انت كمان متعلق بيه، ومش عارف يشيلك من باله. صحيح يعني الشخص ده في أشخاص كتير في حياته وعنده علاقات كتير، يعني هو شخص متعدد العلاقات، بس يعني عارف انت سبت بصمة في حياته محدش سابها. يعني انت كنت فعلا من الأشخاص المميزين اللي في حياته، يعني هو شايف انه ما قابلش ولا هيقابل زيك، فانت كنت فعلا من الأشخاص المميزين في حياته. علشان كده يعني ايا كان بقى انتوا زعلانين من امتى، هو مش عارف ينساك لحد دلوقتي. خليني طيب اسحب كروت توضيحية اكتر، ويعني نفهم اكتر ونشوف برضو يعني ايه المتوقع انه يحصل لقدام. اوكي، هو الشخص ده فاهمك كويس قوي، فاهمك كويس وشايفك على حقيقتك، عارف ان انت زعلان، وعارف ان انت حابب وجوده، بس يمكن المشكلة كانت مشكلة
كرامة، مشكلة ثقة، مشكلة مادية. المهم ان كان في خلاف ما بينكم على حاجة، وفي تنازل معين الشخص ده كان عايزك تقدمه، وكان بيضغط عليك، بيضغط عليك علشان يعني تقدم له التنازل ده. مش شرط انه يكون طلب منك تتنازل عن حاجة معينة، ممكن ابسط شيء مثلا انه يعني دايما انت اللي تبادر وهو ما بيبادرش، وده مثلا اسلوب انت مش قابله، انت حابب انه يكون في توازن مثلا في الاخذ والعطاء، فهو كان عايزك ان انت تتنازل مثلا، ان انت اللي تبدأ كل مرة وتفضل انت تتواصل معاه على طول، فبالتالي انت الاسلوب ده ما عجبكش في حتى موقف. فالرسالة وصلت، هو الشخص ده فهم ان انت مش هتقدم التنازل ده وخلاص، يعني انت ليك مبدأك اللي مش هتتنازل عنه، هو فهم القصة دي خلاص، وخلاص هيتعامل معاك بالشكل اللي انت حبه، ويعني رسالتك وصلت بالظبط كده. فانا بشوف انه في نوايا ان هو يصالحك، وان هو ياخد خطوة تجاهك ويتواصل معاك، ناوي يعمل كده معاك، وبشوف انه في الخطوة القادمة في اوفر هيجيلك من الشخص ده، رسالة بقى هتجيلك منه، هيجيلك ويتواصل معاك، في اوفر معين هتسمعه ايا كانت الطريقة يعني، بس هتسمع حاجة من الشخص ده في المستقبل القريب يعني. وبشوف انه يعني برضو يعني دايما الطبع بيغلب التطبع، اوكي الشخص ده بيحبك وهيعمل لك اللي انت عايزه، بس دايما هتلاقيه فترة كده ورجع لعادته القديمة تاني غصب عنه يعني. فانت نصيحتك ان انت تكون واعي، ممكن يضايقك، ممكن يغيظك تاني، فهنا يبقى لازم تفرمل بقى وتعمل وقفة يعني. حتى هي دي برضو النصيحة اللي ليك، انه يكون في توازن في الاخذ والعطاء، وما تديش اكتر ما بتاخد، ما تساعدش زيادة عن اللزوم، حتى لو انت قادر انك تساعد لازم يكون في توازن في الاخذ والعطاء، لانه فجأة هتلاقي الشخص ده خد كل طاقتك وخلصها وانت ما عندكش اي طاقة لنفسك يعني. فمهم جدا انك تحافظ على طاقتك بالذات، ويكون في توازن في الاخذ والعطاء ما بينكم. كمان مهم جدا من دلوقتي تبتدي تقطع احبالك الاثيريه معاه علشان ما يستنزفكش طاقيا، ضروري تعمل ده. خليني برضو اشوف ملائكه الحب هينصحوكم بايه. True love، حبك للشخص ده حب حقيقي، وادي للعلاقة دي فرصة عادي، مفيش مشكلة، بس اهم حاجة بالشروط اللي احنا قلنا عليها، وانه لازم انتوا الاتنين تشتغلوا مع بعض على العلاقة دي، ما يبقاش طرف شغال عليها والتاني لا، لازم يكون في توازن في الاخذ والعطاء ما بينكم، ولازم انتوا الاتنين تعطوا، ما يبقاش طرف بيعطي والتاني لا، خصوصا من الناحية المادية كمان، يعني المادية والطاقية بالذات. في هنا طاقة برج الجدي، برج الحمل، برج العقرب، الأسد، الحوت، بس والميزان، وكل الطاقات موجودة. فخلينا برضو نشوف الأنجل أنسورز هينصحوكم بإيه. مش ده الوقت المناسب وحل سلمي. فأنا بشوف إنه أوكي يعني في خلاف، في نزاعات حصلت، ولكن الرسالة وصلت والشخص ده فهم، ويعني هيحاول يتواصل معاك ويكون في حل سلمي ما بينكم يعني، هيعمل كده إن شاء الله. خليني برضو أخد لك رسالة من الشخص ده ونشوف هو عايز يقول لك إيه. بيقول لك أنا بفكر في علاقتنا كتير وبحاول أخد قرار، وأنا هتواصل معاك وهكون واضح وصريح جدا معاك، وهقول لك أنا قررت إيه وإيه خطتي لمستقبل علاقتنا. أنا بدرس الموضوع ده دلوقتي، وهاجي أتكلم معاك بكل وضوح وأقول لك أنا وصلت لإيه، وأقول لك على كل حاجة أنا فكرت فيها يعني. ده برج الدلو بالمناسبة لو ما كناش قلناه. بكده بنكون وصلنا لنهاية القراءة. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، ولو حابين تكملوا القراءة دي بقراءة خاصة تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق.
مع السلامة.